طالب غيث حيدر من ثانوية ابن الأسير الصف الثاني الثانوي العلمي. سوف نتكلم اليوم عن درس العلوم وبعض أمراض القلب بإشراف المعلم سهير وبعض من زملائي عبد العزيز زين، عبد الرحمن صباعي، محمد سراجدي، محمد الدين أبرودي، سعد الدين المحني، محمد علاء بلدي. سوف نتكلم عن بعض أمراض القلب، وهو أهم مرض وهو الذبحة الصدرية التي تصيب عضلة القلب، وهو تضيق في الشريان الكيلي أو التاجي أو أحد فروعه، وهو الشريان الذي يغذي عضلة القلب، وما يؤدي ذلك إلى الذبحة الصدرية، وهو عدم الألم الشديد وعدم الإحساس في الراحة في الصدر. ومن أسباب هذا المرض هو السمنة والتدخين والسكري، أمراض السكري وارتفاع الكستوز في الدم. ونتائج هذا المرض له بعض النتائج أهمها هذا يصيب موت جزء من عضلة القلب وعدم انتظام في النظم القلب، وهذا ما يؤدي إلى الوفاة. إذا بالنسبة للذبحة الصدرية هي يعني تموت خلايا، بعض خلايا القلب ناتجة عن تضيق الشريان التاجي، وبالتالي يعني عدم وصول الدم أو تروية عضلة القلب بشكل كامل، فينتج عنه ما يدعى بالذبحة الصدرية. ووضحها طالب غيث. انتهيت؟ تفضل. المرض الآخر هو الجلطة. يلا تفضل علاء. أنا طالب محمد علاء بلدي. سوف نقدم ثاني أمراض بعض أمراض القلب، وهو الجلطة. هو تعريفه هو وجود خسرة دموية في أحدى أوعية الدموية وفي الجسم، وتختلف أعراض الجلطة بخلاف مكان تشكلها في القلب أو الدماغ أو الأرجل. وأحد أسبابها هو تراكم الكوليسترول على الجدار الداخلي للشرايين والتدخين. هلا كيفية العلاج؟ علاجها باستخدام قسطرة قلبية لتوسيع الشرايين، وهي إدخال بالون صغير مزود بشبكة معدنية في الشريان المتضيق. تمام. وبالتالي هذا يهدف إلى قسطرة القلب. تهدف إلى توسيع الشريان المتضيق. أحسن. تمام. في أي إضافات؟ نعطيك العافية. نتحدث عن ضغط الدم، هو ثالث أمراض المرض هو ارتفاع ضغط الدم، ولكن ما هو ضغط الدم؟ هو ارتفاع ضغط الدم هو دفع الدم على جدار الأوعية الدموية بالمليمتر الزئبقي، يقدر بالمليمتر الزئبقي. تمام. ضغط الدم له قسمين، انقباضي وانبساط. طيب يعني ما المقصود بالضغط الانقباضي؟ هو الضغط الذي يقوم القلب بتوليده في أثناء ضخ الدم عبر الشرايين. عند انقباض عضلة. إذن عند انقباض البطينين معا يتولى الضغط، ينتقل عبر الشرايين، يدعى بالضغط الانقباضي. أحسن. الضغط الانبساط هو الذي يدعى الضغط الذي يوافق ارتفاع عضلة القلب، هنا يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم إلى أدنى مستوى. ممتاز. يقدر طبعا هو بالمليمتر. ارجع للجدول. الضغط الطبيعي هو اقل من 120 مليمتر سباقي في حالة انقباضي، والضغط الانبساطي اقل من 80 مليمتر سباقي. هاي في الحالات الطبيعية. طيب ازمة ارتفاع ضغط الدم في العناية الاسعافية بيكون اعلى من 180 مليمتر سباقي، والانبساط بيكون اعلى من 110 مليمتر سباقي. اذا مما يستدعي علاج اسعافي ومستعجل لي المريض. سأترك زميلي يتحدث عن أعراض. عبد الرحمن اللبناني يتكلم عن أسباب خطورة المرض. خطورة مرض ضغط الدم. بعد فترة. إنه كل إنسان مصاب به عدة سنوات دون الشعور بأي عمل. ومن أسباب تؤدي له إهدام هم لا. أهم الأعراض، أهم أعراضه حتى التدخين، تاريخ العائلة. هون عم نحكي عن أسباب. أنا كعرض بدي أعرف الإنسان أو غسيان بصير عنده غسيان ودوخة ونزيف الأنف متقطع أكيد. هو بصير عنده صداع خفيف. ومن أهم الأسباب التدخين،
اكيد التدخين انعدام نشاط بدني تمارين رياضيه وانعدام نشاط التاريخ العائلي الوراثي. ممكن يكون انه في احد من افراد العائله مصاب بارتفاع ضغط الدم فممكن انه الاولاد يصابوا به. واكيد اكيد التدخين التقدم بالعمر هو سبب من اسباب ارتفاع ضغط الدم. لك زميلي سيراموس صلوا بالسلامه. تفضل. أنا الطالب محمد سلامي نتحدث اليوم عن مرض تصلب الشرايين وهو من أمراض الأوعية الدموية. أمراض الأوعية الدموية. اللوحة الظلمة. تصلب الشرايين هو تراكم الكوليسترول وتراكم الكوليسترول والدهون على جدار الشريان مما يؤدي من الداخل مما يؤدي الى تضييق فوهتي. تضييق فوهتي، طيب. من اسبابه التدخين التدخين وارتفاع ضغط الدم ومرض السكر. ايضا ارتفاع نسبة الدهون والكوليسترول والكوليسترول على جدار الشريان. في الدم. كلها تؤدي الى تضيق فتحة الشريان. طيب. العلاقة بين تصلب الشريان وارتفاع ضغط الدم. تصلب الشريان يترافق مع ارتفاع ضغط الدم. مما يؤدي الى جهد على القلب واضطرابات في عمل القلب لكي ينقبض القلب بقوه لدفع الدم الى اماكن بعيده نظرا لتصلب جدران الشرايين. في اي اضافه؟ يعطيك العافيه. الدوالي وهو احد امراض الاوعيه الدمويه. طالب محي الدين برودي سأتحدث عن الدوالي وهو من بعض أمراض الأوعية الدموية. تمام. وتكون فيه الأوردة متقرنة وملتوية تحت سطح جلد مباشرة وتتطور عادة تحت الجلد مباشرة في الساقين والكاحلين. ما الأوعية التي تصاب أكثر بالدوالي ولماذا؟ الأوردة القدمين نتيجة الوقوف الطويل مما يضعف الصمامات داخل الأوردة ويحدث خلل في عملها وعودة الدم نحو الأسفل. وعودة الدم نحو الأسفل. تمام. لمنع حدوث خلل في عمل الصمامات داخل الأوردة. يجب القيام بالتمارين الرياضية التي تساعد على ضخ الدم داخل الأوردة نحو القلب لأنها تضغط على الأوردة المجاورة للعضلة وتدفع الدم نحو القلب. ماشي. إذا التمارين الرياضية لعضلات الساقين تؤدي إلى تقلص العضلات فتضغط على الأوردة المجاورة وبالتالي تدفع الدم بالاتجاه الطبيعي نحو القلب. علاج مرض الدوالي هو تجنب الوقوف الطويل، تخفيف الوزن، رفع الساقين والقدمين، ارتداء جوارب طبية خاصة. تمام، أحسن. في أي إضافات ثانية يا حبيبي؟ يعطيك العافية. سوف نتحدث عن بعض أمراض الدم وأهم ما يسمى بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد. تفضل يا سعد. طالب سعد الدين، سنتحدث عن أمراض فقر الدم وهو آخر فقرات. سنتحدث العام عن فقر الدم الناتج عن لا، أهم شيء هو نقص الحديد المصوري. يعود عنصر الحديد الذي يدخل في التركيب زي إضباب الدم من أهم العناصر اللازمة للدم، لأنه ينقل عنصر الحديد يتحد مع الغازات وأهمها غازين هن غاز الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. غاز ثاني أكسيد الكربون. تمام. وهو يصيب المرأة الحامل بسبب سوء التغذية. أحسن. كيف يتم علاج هذا المرض؟ كيف يمكن علاج هذا المرض؟ أولاً تناول البيض، اثنين تناول مأكولات البحرية، ثلاثة تناول مأكولات المليئة بفيتامين جي. تمام. مثل الخضراوات. إذا تناول أغذية غنية بعنصر الحديد ويعني غذاء متنوع وخاصة عند المرأة الحامل لتغذية الجنين بشكل كامل. في أي إضافة؟ أعراض فقر الدم. أعراض. واحد، تحب لون البشرة. اثنين، تصارع بنبضات القلب. ثلاثة، حدوث صداع. صداع ممكن متكرر، ممكن حدوث دوخة، ممكن تحدث أحيانا تراخ بعض الغثيان. كلها هي أعراض عبارة عن شو؟ عن فقر الدم وخاصة شحوب لون البشرة. ممتاز. في أي سؤال؟ في أي إضافات؟ يعطيك العافية سعد.